السلام عليكم. واخيرا فوز القجاع يحقق مطلب الشعب المغربي وكيتصل لينا باللاعب حمد الله. لاعب حمد الله اللي واحد المده كبيره الشعب المغربي كينادي باش انه يكون في المنتخب المغربي. وقبل ما ندوز لهذا الخبر ضروري ما غادي نقول مبروك للوداد البيضاوي ومبروك لكل مكونات الوداد البيضاوي. واليوم شفنا نموذج ديال المدرب المغربي وشفنا نموذج ديال اللعابه ديال البطوله وكيف ما شفنا جوج ديال الفرق داو جوج ديال الالقاب وحتى فريق الرجاء البيضاوي لولا الظلم التحكيمي كنا غنشوفوا واحد العرس وواحد الفينال بين الرجاء وبين الوداد. اذا اليوم اللعابه ديال البطوله كيعطيو واحد المؤشرات للمسؤولين ديال الجامعه والمدربين ديال البطوله كيعطيو واحد المؤشرات. حنا كمغاربه ماشي ضد اللعابه اللي كيلعبوا في برا، بالعكس حنا مع اللي غادي يعطي، ولكن اليوم الفرق المغربيه كتعطي كيف ما قلت واحد المؤشر للناس ديال الجامعه والمسؤولين على كره القدم بالمغرب. والدليل هما النتائج اللي حقق بادو الزاكي، وليد الركراكي، عموته وعده مدربين، وايضا كاينين حتى لعابه اللي عطاو الكثير وكيتسناو غير في الفرصه ديالهم باش يكونوا في المنتخب. وعلاش ما نديروش حنا كتجربه هاد اللعابه ديال البطوله نعطيهم حتى هما فرصه والمدربين ديال البطوله نعطيهم فرصه، وهكا غادي يطلع عليك هذاك المدرب اللي ولد البلاد غيطلع عليك باقل من ذاك المدرب اللي انت جايبه من برا. مره كيستفز الشعب المغربي، مره نضرب على اللعابه، كل مره كتخلق واحد المشكل، مره سب هو كاع الجمهور المغربي، وهذا الشيء كله اخوتي راه ما كيشرفش الكره المغربيه. زائد اننا حنا ما كننقصوش من اللعابه ديال برا، بالعكس حتى هما اي واحد فيهم غادي يعطي لهاد البلاد مرحبا، ولكن ما خصناش نساو اللعابه ديال البطوله. والمسؤولين ديال الجامعه كانوا ياخذوا العبره في 2013 ملي فريق الرجاء البيضاوي لعب بكاس العالم ومشى حتى للفينال ولعب مع هذوك اللعابه اللي حقوا هذاك الانجاز ديال الفينال، واش من بعد لقينا شي واحد فيهم كيلعب في المنتخب؟ وعلاش ما تعطاتهمش فرصه؟ مع العلم ان اغلب الانجازات اللي كاينه في المنتخب دائما ما تيكون مدرب محلي وتيكون لعابه محليين. اذا التجربه ديال اللعاب محلي وايضا التجربه ديال المدرب محلي كتعطي الاكل ديالها. جيب لي النجوم اللي برا ولكن خضرهم باللعابه اللي غادي يعطيو حتى هما كاينين في المغرب وكيتسناو غير الفرصه ديالهم باش انهم يمثلوا هذا الوطن. نرجعوا دابا للموضوع ديال حمد الله والخبر اللي قلت لكم بان السي فوزي القجع كيتصل بهذا اللعاب هذا باش يجيبوا لينا ويحقق الامنيه ديال كل مغربي ومغربيه. هذا الخبر اخوتي باقي في الميكا ديالو وكنتمنوا ان هذا الميكا يجي فوزي القجع ويحلها ويحقق هذه الامنيه ديال الشعب المغربي، لان عندك بيتور ما كاينش في افريقيا كامله، عندك واحد البيتور ما كاينش في افريقيا كامله. الا كان شي مشكله السي فوزي القجع وانا كنتمنى هذه الرساله توصل للسي فوزي القجع باش يجاوب الشعب المغربي، لان انت في المجتمع عارف حتى يعني المباراه الاخرى ديال المنتخب المغربي راك شفتي ردود الافعال واخا تربح ب 10 ديما كان واحد الرد ديال الفعل. علاش؟ حيت المغاربه ذواقه، وملي تجيب لهم واحد المدرب اللي كيستفزهم راه واخا ما عرفتش واش انت مدرب كيستفزني وغيدي لي كاس العالم كاع على يدي، الا كان غيستفزني وغادي يسب الشعب المغربي وبزاف ديال اللعابه وقعوا بزاف ديال المشاكل، وانت دابا حطيتيه بين نارين، يا اما تجيب هذا اللعاب يا اما. انا كنتمنى كيف ما المدرب مشى عند نزراوي والمدرب بغى يمشي وقيله ولا المهم الاخبار اللي تداولات وكان الرفض ديال 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 الحكيم زياش، مالكم مع حمد الله؟ علاش ما مشيتوش عند حمد الله؟ واش عندكم اللي غيعوض حمد الله؟ وروني غير واحد في المغرب كامل يعوضوا حمد الله، راه ما كاينش شي واحد كيعوض حمد الله. اذا عندكم احسن بيتون اللي باش ما جاش غادي ماري براسو برجلو ما كيزقلش هذاك السيد تعرف الشبكه، جيبوا لينا عباد الله. واذا كان شي مشكل شخصي هنا غنقولوا حنا علامات استفهام. اذا المنتخب راه ديال المغاربه كاملين، واذا السي فوزي القجع انت رئيس الجامعه فراك انت تمثل هذا الوطن وتمثل الشعب المغربي، والشعب المغربي ملي كيطالب بواحد الحاجه حققها ليه. وراه ما يمكنش نبقاو نشوفوا في نفس اللعابه 10 سنين، تخيل معايا 10 سنين ولا 12 عام وانت كتشوف واحد اللعاب ديما كتعطاه الفرص، ديما كيجي يلعب، ديما هو في المنتخب وما كايناش نتيجه. الشعب المغربي بغى النتيجه، والنتيجه ممكن تكون مع مدرب كيف ما شفنا اليوم وليد الركراكي اللي مثل الكره المغربيه واللي كنقول برافو وليد الركراكي، برافو بادو الزاكي، برافو عموته، برافو اللعبة ديال البطوله، برافو نهضش بركان، برافو الوداد البيضاوي، برافو الفريق الرجاء البيضاوي، برافو لكاع الفروق اللي كاينه في المغرب واللي كدير واحد المجهود باش انها تمثل الوطن ديالها. اخيرا كنتمنوا ان اللعبة ديال البطوله تعطاهم فرصه، وايضا المدربين والاطر تعطاهم فرصه، راه عندنا كفاءات قادرين يحققوا لنا القاب وقادرين انهم يمثلوا الكره المغربيه. من جهه اخرى كنتمنوا من السيد فوزي القجع انه ياكد لنا الخبر اللي وصلنا، وبالكره الشعب المغربي كيحاول ينسى المشاكل اليوميه والستريس اللي عنده في حياته، وكنتمنوا ان حمد الله تعطاه فرصه، واي لعاب عنده كفاءه واصل تعطاه فرصه. السلام عليكم ورحمه الله.